النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة على الإسهامات المتميزة التي تقدمها الشركات الوطنية الرائدة وسعيها الدائم لدفع التطور الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال افتتاح سعادته للتوسعة الجديدة لمصنع أغطية الخليج التابعة لاستثمارات الزياني بحضور السيد ستيفن تاندا الرئيس التنفيذي لمجموعة أباتار وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين. بعدها استمع سعادة الوزير خلال جولته بالمصنع إلى شرح مفصل حول آليات العمل في التوسعة الجديدة التي تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية بين مصنع أغطية الخليج وشركة أباتار، والعمل على زيادة حصة الإنتاج ورفع معدلات التنوع في منتجات المصنع من خلال إضافة منتجات جديدة. هذا ويعد مصنع أغطية الخليج من أهم المصانع التي تعمل في مجال تصنيع وتسويق منتجات الأغطية في العالم وفق أعلى معايير الجودة العالمية. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق وسم المصنع الأخضر ومنحه إلى المنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي الصادر من الوزارة. وأشار سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة إلى أن إطلاق هذا الوسم يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقا لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، حيث يعتبر برنامج تعزيز التصنيع المستدام واسم المصنع الأخضر أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية ودعما لتوجهات المملكة في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشيا مع خطة العمل الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، حيث سيمنح هذا الوسم للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناء على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. اختتم كل من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والشركة البحرينية الكويتية للتأمين وشركة التكافل الدولية بنجاح أعمال منتدى التأمين المستدام من الوعي إلى التكامل، وذلك بحضور أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمدراء التنفيذيين وخبراء الأعمال من مختلف القطاعات. واستقطب المنتدى 18 متحدثا من رواد القطاع والخبراء لمناقشة كيفية دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع التأمين لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني. وهدفت مناقشات المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات والتركيز على الخطوات العملية نحو مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية لقطاع التأمين في مملكة البحرين. هذه أول ندوة في مملكة البحرين فيما يخص الـ ESG لشركات التأمين، وطبعاً إحنا كGIG ندرك تماماً أهمية الـ ESG والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونعرف طبعاً إحنا على يقين تام إن الشركات اللي تطبق الـ ESG راح تستفيد حتى على الـ على الـ على الاداء اداء الشركه والاداء المالي على المدى الطويل. بالنسبه للتكافل الدوليه والجي اي جي بشكل عام، اعتقد احنا بعد نفس العمليه سباقين،
الإطار العام بالنسبة للخطة الاستدامة تم موافقتها من قبل مجلس الإدارة، وعلى ضوءها طبعا احنا تم تأسيس قسم خاص بالحكمة البيئية، وتم وضع الأسس وتم وضع الخطط وماشيين طبعا على الخطط هذه. راح يكون في تقرير مختصر إن شاء الله في 2023، وراح يكون في تقرير شامل في 2024 بما يتماشى مع متطلبات المصرف البحرين المركزي. المؤتمر بتاع اليوم لأنه بيتكلم على موضوع الساعة، وهو موضوع دمج حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG في صناعة التأمين وكيفية قيام صناعة التأمين بدعم هذا الاتجاه. الاتجاه ده الحقيقة هو اتجاه اقتصادي عالمي موجود النهاردة، اتجاه التنمية المستدامة. موضوع الانبعاثات الحرارية والانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة من الموضوعات الساخنة جدا. النهاردة في مجموعة من الخبراء على مستوى العالم بتلتئم حتى تتحدث عن كيفية قيام قطاع التأمين بدوره في هذه المنظومة، لأن الحقيقة قطاع التأمين عنده أدوار كثيرة جدا يلعبها تجاه هذه الالتزامات الدولية. طبعا في رواد وخبراء من هذا القطاع يتكلمون كلهم عن أهمية الاستدامة في قطاع التأمين وأهمية النظر في تدخيل أمور الاستدامة وزيادة الوعي بين الشركات وبين المؤسسات اللي هي موجودة في قطاع التأمين. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.